القافلة كلها على شكل فرقة كنتلاحوا وكنتحدوا من أجل هدف واحد اللي كيجمعنا الكامل في هذه القافلة هيادي، هي أننا توطيد قيم الإنسانية. التقى الشباب الغرزة الزيفي في دورته الثانية اللي كيحمل دائما شعار قافلة المحبة، يشارك كل ساكنة ورزازات وهذه المرة مع جماعة ترميكت. قافلة المحبة لازالت وفية في برامجها الثقافية والفنية، حيث ورشة الرسم، ورشة الصباغة، ورشة المسرح، ورشة الموسيقى. كذلك لازالت وفية في فقراتها الفنية من سهرات متدرجة بينما كل هو شعبي، كل ما هو أصيل، وكل ما هو معاصر معاش. كنقوموا بمحترفات ديال الرسم، سواء جداريات او الرسم على الوراق، لفائده الاطفال ديال الدواوير اللي زرناها. والجميل هو بفضل قافلة المحبة وصلنا واحد البسمة وفرحة لمجموعة من الأطفال اللي ما عندهمش الإمكانيات أنهم يلعبوا، أنهم يقرأوا، أنهم يشوفوا ناس اللي كيشوفوهم غير في التلفازة. وكنحس بواحد فرح لأنني كنشوف البسمة عند الأطفال أبرياء اللي محتاجين لنا ومحتاجين لهم لهذا الوطن. جينا رافقنا قافلة المحبة لهاد الدواوير هادو، وحنا جد سعداء لأن كنقدموا هاد الخدمة هادي اللي هي داخلة في الصميم ديال العمل ديالنا. فالعمل ديال الخدمات الصحية فما كيتحاصرش فقط في المدن ولا في الدواوير اللي قريبة للمدن، ولكن خصو أنه يوصل للمناطق اللي شوية بعيدة. وأنا كنشكر بزاف القافلة ديال المحبة اللي سنحت لنا هاد الفرصة هادي باش نحاولوا نقربوا من السكينة ديال هاد المناطق. علي جلال مرموسي طلب دفلا مرموسي عمر عمر مرموغلي عمر كابوسا مرموغلي ناقر صغر سني وهي أبو والله هلكن سين وادر أنا غيسوف غي وهي أبو اللي الحقيقة الناس استفدوا سواء في الجانب الترفيهي، الجانب الثقافي، الجانب الفني، كذلك في الجانب الصحي. لأن شفنا واحد العشرات ديال المواطنين والمواطنات في هذه المناطق النائية استفدت من الفحوصات المجانية اللي نظمتها هذه الجمعية مشكورة